بلنت فورس تراما، ايش النظرية هذه؟ هل هي مفيدة لك ولا لا؟ السلام عليكم. اليوم بنتكلم عن حاجة اسمها عن نظرية اسمها بلنت فورس تراما. اوكي، اغلب الناس ما سمعوا فيها وما يعرفونها. النظريه هذه الفها دكتور الماني، اوكي، اسمه دكتور جوليوس وولف. هذا دكتور طبيب جراح عظام، اوكي، كان عايش في الايتيز والناينتيز. اوكي، سوى ابحاثه من عام 1836 الى عام 1902، كان شغال على النظريه هذه. اوكي، النظريه هذه بيسكلي تقول لك for any healthy person when you apply an excessive load on the body your internal architecture of the bone will restructure and get adapt to this force and become stronger day by day and you turn on to be a superhero, right? بمعنى اي شخص سليم، اوكي، لما تعطيه وزن ثقيل على جسمه عظامه ومفاصله بتعيد صياغة شكلها أو بتعيد تركيبة شكلها بحيث أنها تقدر تتحمل هذا الوزن الجديد، فعظامها تصير أسمك ومفاصله تصير أقوى، فهو يصبح شخص أقوى يوم بعد يوم. أوكي، هذه نظرية بلنت فورس تراما. تمام، لما تجمع نظرية بلنت فورس تراما مع ترينينج the central nerve system، لما تمرن جهازك العصبي وتطبق قانون نيوتن الثالث لكل قوة في قوة مساوية لها بالمقدار معاكسة لها بالاتجاه، أوكي، والقوة تساوي الكتلة في التسارع. بمعنى كل ما طبقت وزن ثقيل على جسمك حيقابلها قوة مساوية بالمقدار معاكسة بالاتجاه من جسمك. معناها جسمك لما تحط عليه وزن ثقيل جسمك يبدأ يتعود على هذا الوزن يوم بعد يوم، يصير قوي يوم بعد يوم. أوكي، فلما تجمع بلنت فورس تراما مع قانون نيوتن الثالث مع سنترال نيرف سيستم ترينينج تصبح شخص خارق أو بمعنى سوبر هيرو. أنا بحط لكم النظرية هذه إن شاء الله من الله في الفيديو. أنا قبل كنت أتمرن بتكنيك مختلف وطريقة تماما مختلفة عن الآن. لما تعرفت على نظرية بلنت فورس تراما ودوت سمارت نوت هارد جسمي تغير في أيام، والله العظيم في أيام. أنا بوريكم بإذن الله مقاطع فيديو لي وأنا أتمرن قبل كيف كان شكلي، ومن يوم ما صرت أطبق بلنت فورس تراما ودوت سمارت نوت هارد أسويها بذكاء مو بمجهود كيف صار جسمي تغير جذري في خلال 5 شهور فقط. كنت أتمرن في سبتمبر والآن بتشوفون فرق السماء والأرض بين كيف كنت وكيف صرت بس عشان صرت أطبق بلنت فورس تراما ترينينج سنترال نيرف سيستم دوينج إت سمارت نوت هارد، رايت؟ كيف تطبقها في التمرين؟ سهلة، دائما ابدأ تمارينك بكمباوند اكسرسايز، بمعنى تمرين تشترك فيه اكثر من عضلة لأداء تمرين واحد زي البنش بريس زي الديد ليفت زي السكواتس. هذول الثلاث تمارين هي اللي تغيرك تغير جذري. الناس تنحاش من هالشغلات مع هالشغلات هي اللي تغيرك، والله العظيم تغير السماء والأرض في شكلك كامل من هالتمارين. اوكي، فخلنا نقول انت اليوم عندك ظهر مثال، تروح تلعب ظهر اول تمرين لك الباور ليفتنج اكسرسايز اللي هو ديد ليفت، تسوي جلسات كثيره تكرار قليل اوزان مره ثقيله. فالان لما تخلص الديد ليفت عملك الرئيسي في الظهر انتهى، باقي لك الجزء الثاني اللي هو
البادي بيلدينج بارت، تشكيل الجسم. اوكي سو الحجم والقوه والصلابه انت اخذتها اوريدي من الديد ليفتس، الان تجي التمارين اللي تشكل جسمك. اختار لك ثلاث تمارين انت تشوفها ناقصتك، ضيفها على هذا التمرين وتمرين الظهر خلص. بهالطريقه جسمك يكبر في ايام وشكلك يتغير وقوتك تصير شخص اقوى يوم بعد يوم. اتمنى الموضوع هذا يكون فاتكم، واتمنى ان من الجميع فعلا يقرا في موضوع بلنت فورس تراما، لانه فعلا موضوع مره مهم ويغير شكلك تغير جذري. اشكركم جدا على المتابعه واشكركم جدا على الدعم. سعودي جلاديتر من ستيلا ساركس سايننج اوت.